هنتكلم النهارده على الدرس الثالث، وده اخر درس عندي في الوحده. فبتكلم على المشكلات السكانيه وهي الطرق المفروض ان احنا نشوفها عشان نقدر نحل هذه المشكله. مصر طبعا بتعاني من مشكله سكانيه نتيجه للتزايد السكاني الكبير، طبعا لارتفاع معدلات المواليد وارتفاع معدل الوفيات. المشكله السكانيه هي ان انا عندي زياده في السكان لا تتناسب مع الموارد الموجوده في الدوله، وبالتالي بينتج عنها انخفاض في المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي وسوء التوزيع الجغرافي. أبعاد المشكلة السكانية لما بنشوف إن بنلاقي البعد الأولاني هو عدم توازن بين السكان وبين الموارد. عندي معدلات لا تتماشى مع الموارد الموجودة، وده أدى لزيادة العبء على الخدمات الموجودة، ظهور مشكلات زي التلوث وتدهور المرافق والزحف على الأرض الزراعية وانتشار عشوائيات. طيب، وده ناتج عن سوء التوزيع. البعد الثالث ارتفاع نسبة صغار السن، وده سبب بإعالة كبيرة عندي في المجتمع. أنا عندي الأطفال اللي هم أقل من 15 سنة نسبتهم ممكن تصل ل 35%، ودي فئة غير منتجة وبالتالي عبء على الدولة وتمثل زيادة في الإعالة. طيب، عندي البعد الرابع وهو انخفاض ده المستوى الاقتصادي والتعليمي للسكان، وبنلاقي إن في ارتفاع في نسبة الأمية ومعدلات البطالة والفقر بصورة واضحة جدا. هنا بقى المشكلات اللي بترتب على المشكلة السكانية، في مشكلات اقتصادية وده زي نقص الغذاء، ودي تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية من الخارج، وده طبعا بيكلفنا عملة صعبة. نقص نصيب الفرد من المية، لكن انت المفترض ان الفرد ليه 1000 متر مكعب سنويا، احنا عندنا 750 متر مكعب وده تحت خط الفقر المائي. مشكلات اجتماعية زي ازدحام المدن وظهور العشوائيات، انتقال السكان من مكان لآخر وخاصة من ريف المدينة، وخاصة ان هم مالهمش اماكن جوه المدينة فبيضطروا يعيشوا على اطراف المدينة، ودي تمثل عشوائيات كبيرة موجودة عندنا، ده بالاضافة لازدحام الطرق والمواصلات الموجودة عندي، وبالتالي بنلاقي عندي في مشكلات بدأت تظهر نتيجة العشوائيات بتهدد الأمن القومي. طيب، العشوائيات زي ما قلنا دي تجمعات عمرانية موجودة على أطراف الدول غير مخطط ليها عمرانية، تفتقر الخدمات الصحية والمياه النقية والصرف الصحي وشروط السكن الصحي الموجود. الفقر، نسبة كبيرة من المصريين بيعيشوا تحت خط مستوى الفقر. عندي تقريبا 40% من سكان مصر تحت مستوى خط الفقر. لما حسبوا قيمة خط الفقر للفرد قال لك المفروض ان هو بياخد 3076 ألف جنيه سنويا. طيب، بما يعادل 256 جنيه شهريا. الأمية 3076 جنيه سنويا، تمام. عندي الأمية، بتعاني مصر من انتشار الأمية، يعني عندي نسبة الأطفال اللي أقل من 10 سنين مش متعلمين بتصل 30.1%، نسبة الأمية بين الإناث أكتر من الذكور، نسبة الأمية بين الريف بتكون أكتر من المدن. وطبعا الأمية عندهم زيادة في الريف نتيجة لسيادة حرفة الزراعة وغرام الحرفة التي لا تحتاج تعليم، انخفاض مستوى المعيشة، مفيش خدمات تعليمية كويسة، لجوء عدد من الأطفال اللي عملوا في الحقول. عندي أسباب انتشار الأمية عموما في مصر أكتر من يعني عموما، فبنقول إن عندي الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، سوء توزيع الخدمات التعليمية، استخدام الأطفال كأيد عاملة. طب إزاي نحل المشكلة دي؟ قال لك التوسع في برامج محو الأمية، تكليف الخريجين قبل ما تشتغل في اي وظيفه حكوميه لازم اتعلم عدد معين من الناس الاميه دي وتحول اميتهم. عندي تطوير العمليه التعليميه والتوسع في انشاء المدارس، دي كلها نقدر نقول نعتبرها ان هي طرق لحل مشكله الاميه الموجوده. البطاله هي وجود نسبه مؤثره من الشباب خارج قوه العمل. طب ايه اسبابها؟ ما عندناش الاقتصاد مش سامح ان احنا نقدر نعين كل الناس دي، وخاصه الاقتصاد مش بيواكب الزياده السكانيه اللي بتحصل. المدخرات المحلية ما عندهاش الفرصة ان هي تقدر تعمل استثمارات تكفي كل الشباب ده. فبالتالي عندي نسبة البطالة عالية جدا في مصر، بيزداد معدل البطالة بين الناس وتقل بين الذكور، يرتفع معدل البطالة في الحضر اكتر من الريف، لان الريف ممكن يشتغل اي حاجة حتى لو مش متعلم، يشتغل في الزراعة، يلم المحصول، اي حاجة. مقترحات لحل مشكلة البطالة ان احنا نركز على التعليم المهني الحرفي في ضوء متطلبات السوق، لان سوق العمل مش محتاج كل الخريجين بتوع الكليات دي، لكن محتاج فنيين اكتر في المصانع. عندي توجيه الاستثمار نحو المشروعات اللي ممكن تستوعب اعداد كبيره من السكان، تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصغيره، زي ما احنا عندنا في هيئات كتيره موجوده عندنا ممكن تساعد المشروعات الصغيره والمتوسطه. طيب، نيجي بقى لادمان وتعاطي المخدرات، دي مرتبطه بفكره البطاله والفقر. زادت المشكله بنسبه كبيره جدا في الفترات الاخيره نتيجه لوجود البطاله يعني. طيب، طرق مواجهه الادمان وتعاطي المخدرات، ان احنا ننشر الوعي بين الشباب عن الاضرار الصحيه والاجتماعيه لتعاطي المخدرات، التنميه الاقتصاديه وتوفير فرص عمل، بنحاول نفعل قوانين تجريم جلب المخدرات والاتجار بيها، محاربه الاميه والجهل علشان نقدر ان احنا نواجه المعتقدات الخطا الموجوده عندي عن المخدرات. طيب، ازاي اقدر اواجه المشكله السكانيه؟ قال عن طريق حاجتين، اولا ان احنا نمشي في طريق تنظيم الاسره،
الحاجة التانية إن إحنا نبدأ نواجه الأبعاد الأربعة اللي إحنا حكينا عليها، سلطة توزيع السكان وعندي الأطفال والكلام ده كله نقدر نواجهه. طيب إيه السيناريوهات المقترحة لحل المشكلة؟ التوسع في مجالات التنمية الإقليمية، يعني أبدأ أعمل تنمية بس في مناطق بعيدة عن التراكم السكاني. ليه؟ عشان أجذب السكان زي منطقة الواحات، الساحل الشمالي، البحر الأحمر. طيب البحث عن مصادر مياه جديدة، وده علشان أقدر أستصلح الأراضي الصحراوية وأسد الفجوة الغذائية الموجودة. تطوير التعليم خاصة الفني لتوفير الكفاءات اللازمة لتطوير الصناعة. نعمل برامج فعالة للتنمية البشرية زي برامج محو الأمية، التعليم والصحة، وده طبعا ليها مردود مهم. تحسين العلاقات مع الدول الخارجية علشان دول اللي بيستقبلوا الأعداد الكبيرة اللي بتطلع من عندنا لتخفيف حدة البطالة الموجودة عندنا، فبالتالي ضروري إن يكون علاقاتنا مع الدول الخارجية جيدة، ودي طرق مهمة جدا علشان أقدر أحافظ بيها على المستوى الاقتصادي اللي عندي، وفي نفس الوقت أحل المشكلة السكانية الموجودة.